سنوات طويلة علت فيها شكاوى المواطنين المصريين إما من ارتفاع كلفة الدواء أو عدم توافره، حيث يسعى مجدي حثيثا للبحث عما يحتاجه في الصيدليات، وفي أحيان كثيرة لا يكلل سعيه بنجاح خاصة في ظل أزمة كورونا. الأدوية اللي هي الخاصة بالأمراض المزمنة في صيدليات بعض الأحيان فعلا ما بتلاقيهاش، لإما هو يكون في مشكلة عنده إن هو عايز يرفع سعرها، أو هي أصلا مش موجودة ومجيها دلوقتي بقى صعب عشان الاستيراد بقى شبه واقف. إحنا نطلب بس يا رب كده من الناس اللي هي عندها الأدوية دي تنزلها وما ترفعش سعرها قوي، لأن دي حياة أو موت. تحديات عدة تقف أمام صناعة المواد الخام اللازمة للأدوية محليا، خصوصا في ظل سيطرة الصين والهند على الإنتاج العالمي من هذه المواد. مصادر تصنيع خامات الأدوية في العالم هي الحقيقة أكبر دولتين في العالم بيصنعوها هي الصين والهند. عشان ننشئ مصنع واحد بيعمل خامات أدوية ممكن يوصل تكلفة حدود 500 مليون يورو أو دولار، وده طبعا تكلفة استثمارية كبيرة. الأدوية اللي احنا فعلا محتاجين نصنعها هي الأدوية غالية الثمن الحديثة، واللي الحقيقة خاماتها الدوائية بتبقى فيها ندرة شوية أو توفرها معاش كبير. ويقول خبراء إن محاولات عدة تبذلها الحكومة من أجل تطوير منظومة صناعة الدواء في مصر وتوسيع قاعدة الاستثمار فيها. إحنا الصناعة الوطنية المصرية بنغطي حوالي 92% من احتياج البلد. المشكلة الرئيسية في إن المواد الفعالة علشان خاطر تصنعها في مصر بيبقى عندك مشكلة في تقنية تصنيع مادة فعالة مكلفة. هل في إمكانية نعمل خام عندي؟ وأقدر أعمل، ولكن قصة إن أنا مش هقدر أعتمد على 160 مصنع هما اللي هيبقى مستهلكين بتوعي. أنا لازم يبقى العالم كله هو اللي هيستهلك مني، أو يبقى عندي سوق تاني غير سوق مصر أقدر أبيع فيه المواد الخام. وتبلغ الاستثمارات في صناعة الدواء حاليا نحو 637 مليون دولار من أكثر من 100 مصنع تتعدد ما بين مصانع حكومية وأخرى تابعة لشركات متعددة الجنسيات. أظهرت أزمة انتشار فيروس كورونا ضرورة توسيع الاستثمار في قطاع الأدوية، استثمار يقول متخصصون إن عائداته تزداد سنويا بنحو 15%. كريم مسعد، الحرة، القاهرة.